من شويه صورته كنت بتكلم على انطونيو كونتي وداني ليفي، كنت بتكلم بنبره تفاؤليه غير طبيعيه ان داني ليفي لو طبع انطونيو كونتي وجاب اللعيبه اللي كنت عايزها احتمال توتنهام يروح في حته تانية خالص مع انطونيو كونتي. بس بعد كده العقليه التشاؤميه برضه لازم تاخد وتدي معاك كده وتقول لك لا ما تيجي نقف شويه ونقعد نفكر، هو كونتي جاي فعلا توتنهام علشان خاطر السيد داني ليفي وافق على مطالبه؟ داني ليفي اساسا ما بيصرفش، وداني ليفي مش هيجيب صفقات اساسا، فداني ليفي مفترض لو وافق على كلام كونتي ان هو في الماركاتو الجاي هيجيب له على الاقل 3 4 لعيبه، ودي حاجه بالنسبه لداني ليفي صعبه جدا في الماركاتو ان هو يعملها. طب كونتي جه توتنهام ليه؟ واضح ان بلان ايه بالنسبه لكونتي فشلت، وهي ان سولتشاير يمشي وانا امسك مكانه. واضح ان الراجل خلاص عارف ان سولتشاير مش هيمشي، واضح كمان ان زي ما قلت لك الكلام اللي اتسرب الاسبوع اللي فات ان اداره مانشستر يونايتد تفاوضت مع السيد انطونيو كونتي، وكونتي رفض فكره ان هو يجي مانشستر يونايتد بشروط الاداره ويجي ينفذ كلام الاداره. فواضح ان بلان بي بالنسبه له هي ان انا راح امسك توتنهام. هل بقى داني ليفي هينفذ الكلام اللي كونتي كان عايزه في بدايه الموسم، وهو ان انا عايز صفقات وعايز ماركاتو وعايزك تديني كل الصلاحيات في الفرقه، ولا لا؟ هل فعلا كونتي قادر ان هو يخلي هاري كين يستمر بالفريق؟ دي حاجه عاديه جدا، انت جبت مدير فني كبير زي انطونيو كونتي، حاجه عاديه ان لعيب زي هاري كين كابتن الفريق الدنيا بالنسبه له تبدا تتغير والافكار تبدا تتغير بالنسبه له، وخلاص انا عايز اقعد في توتنهام. دي حاجة عادية ومنطقية، ليه؟ لأن كونتي اسم مغري بكتير جدا عن مدير فني زي نونو سانتوس، آخر تجربة لكونتي كانت مع إنتر والراجل واخد دوري إيطالي، فالراجل جاي لك بطل، أنت جاي لمدير جاي لك مدير فني بطل، إنما نونو سانتوس كان تجربته الأولى مع وولفرهامبتون ما كانش تجربة واو، ما كانش مدير فني واو، ما كانش اسم كبير، فطبيعي لعيب زي هاري كين لما يشوف نونو سانتوس يبقى عايز يمشي، ولما يشوف انطونيو كونتي يبقى عايز يكمل علشان خاطر بدا يحس ان الفرقه بدات تاخد منحنى ان احنا بنجيب مدير فني كبير. بس زي ما قلت لك، هل نجاح انطونيو كونتي هيكون متمثل على ان هو عايز يجيب لعيبه من بره؟ لو الفكره دي ما مشيش فيها داني ليفي بالاتفاق مع كونتي ممكن يلبس كونتي في الحيط، انما لو مشي مع كونتي بالكلام اللي كونتي مفترض اتفق معاه عليه وهو ان يعمل له ماركاتو قوي ويجي بعديه الماركاتو الثاني يعمل له ماركاتو قوي، لان العقد بتاع كونتي من 2021 ل 2023، فمفترض دلوقتي ان احنا مكملين مع بعض. هل داني ليفي هينفذ العهود بتاعته مع كونتي وهو ان يديله الصلاحيات كامله ويجيب له اللعيبه اللي هو عايزها، ولا كونتي جاي هنا بعد ما فشل في ان هو يتعاقد مع مانشستر يونايتد؟ انا عايزك انت اللي تجاوب بصراحه، لان انا عامل الفيديو ليك انت، فانا نفسي تجاوبني على اي حاجه بصراحه، انا بتعب من الكلام معاكم في الاخر ما بتردش. فلو عجبك الفيديو اهم حاجه تجاوب على السؤال بتاعي، هو كونتي جاي هنا مضطر ولا جاي هنا بمزاجه؟ ولو ما عجبكش الفيديو اعمل لايك او سبسكرايب في الحالتين برضه. بص لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي يعني.